orange. كابوتشينو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله ربي يكون في عون الجميع. توا 7:47 دقيقه، ترافقكم السلامه وين ما كنتوا، حتى اللي في الدار تونسوا معانا اكيد. خلينا نقدم لكم حاله طقس الخميس. زاد الليل تحقوا بنا في المشاهدة على اللون، سلموا عليهم برشا برشا سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالسواحل الشرقية، سحب عابرة ببقية المناطق. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر باش يكون شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. الحرارة تقريبا في استقرار نسبي، تكون القصوى من 27-34 درجة، توصل حتى ل 36 درجة بالجنوب الغربية. شيء آخر نعمل طلع على عناوين صحفنا الوطنية من بعد، حضروا روحكم للفيل الزينة.